ومستقبل وين ما كنتوا عم بتتابعونا. مرة جديدة من لكم رمضان كريم بالحلقة الثانية من برنامج أربعة دوليب، وبس رح يرفقكم طبعا كل ليلة من اليوم حتى عيد الفطر السعيد. ومثل ما شفتم امبارح بالحظ الحلو مع عبير الفائزة الأولى معنا بأول سيارة، واختارت سيارة جيلي اللي لونها أسود اللي كانت معنا وصارت لا إلى هيدي السيارة. فإذا أربعة دوليب رح يكونوا معكم مشاهدينا اليوم لنربحوكم سيارات، لنربحوكم أيضا جوائز نقدية وجوائز عينية رح يكونوا بانتظاركم. أرقام التليفونات عم تطلع قدامكم على الشاشة، وتذكير إنه أرقام التليفونات بداخل لبنان رقم وحيد هو 1076-1076، رح يكون طبعا بانتظاركم بالاس ام اسات والاتصالات الهاتفية. مجرد ما تبعتوا اس ام اس مع حرفين يلي هو الاف دبليو، ليه اف دبليو؟ لأنه فور ويلز يعني أربع دوليب وبس. تبعتوا اف دبليو على 1076 وطبعا بصير عندكم صلاحية لتشاركوا معنا بالبرنامج. قد ما بتبعتوا مزيد من الاتصالات ومزيد من الاس ام اسات بتزيدوا فرصكم للمشاركة معنا بالبرنامج. طبعا مثل ما شفتوا امبارح كثير ربحوا معنا سيارة، في عنا عبير ربحت سيارة بأول اتصال بالحلقة الأولى من أربعة دوليب وبس، بالإضافة إلى جوائز عينية ونقدية. بذكر مرة جديدة إنه بالدوليب الأربعة بكل دولاب في عنا 12 خانة. يا ريت شوي صوت الموسيقى هيك نوطيها داخل الاستوديو لأنه ما... أوكي بدنا نرحب طبعا بالدي جي ساشا، يمكن عم بيعلي الصوت لنرحب فيه. أهلا وسهلا فيك ساشا، عم بتكون معنا بحلقات أربعة دوليب وبس بالمعزوفات والأغاني الحلوة. تحية لك الدي جي ساشا. فإذا مشاهدينا أربعة دوليب بكل دولاب في عنا 12 خانة، كل دولاب في بداخله خمس خانات داخلهم سيارة. بدكم تسيبوا سيارة 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 بكل دولاب لتربحوا معنا السيارة طبعا، وهي سيارة جيلي. ورح يكون في عنا أيضا ابتداء من بكرة أو بعد بكرة موتوسيكلات ياماها اللي موجودين معنا أيضا داخل استوديو. في عنا جوائز كاش، جوائز عينية، أما مفتاح الجانت هو اللي الإكس يلي بيخليكم تخسروا كل شيء. طبعا مزيد من التفاصيل تعرفوها خلال الحلقة، إنما بالبداية خلينا نشوف سوا شو ممكن تربحوا بحلقات أربعة دولي وبس. ومباشرة بعدها منستقبل أيضا ضيف مهضوم رح يولع داخل الاستوديو معي اليوم، بخبركم عنه من بعد ما نشوف سوا شريط الجوائز. جوائز أربعة دولي وبس مقدمة من INF أحمد ناجي فارس، الاسم العريق بعالم الأدوات المنزلية. كل شي بتحتاجوه لمنزلكن موجود بـ INF. INF السوديكو، INF فرع تاني لمكلس المنصورية. شاشات سويدكس المميزة صديقة البيئة بتقدم LCDs بمواصفات خاصة من ناحية المواد الطبيعية المستخدمة أو التصاميم الفريدة يلي بتميز هالشركة السويدية العريقة. ساعات وأقلام مميزة من موشن. موشن تصاميم فريدة لتزين أوقاتكن. جيفت كاردز من بنك ميد بقيمة 250 دولار. بنك ميد 70 سنة بخدمة الاقتصاد. كل زيارة لطحها رح تطلع ربحها، وخصوصي برمضان. يه رمضان خمس تحرف هيدا هي من نعم الطحن رمضان كريم. إذا مشاهدينا هودي هن الجوائز اللي ممكن تربحوه بحلقة الليلة من أربعة دوليب وبس، بالإضافة لكل حلقات هالبرنامج. وبذكركم إنه أربعة دوليب وبس بناء على السيارة يلي مؤلفة من أربعة دوليب. هلا دولاب سبير حطيناه على جنب أكيد يعني، فالدولاب هو بيعني أربعة دوليب يعني السيارة. هلا بعض الأحيان رح تربحوا موتوسيكلات يعني دولابين، بس دولابين سبير نعطيكم إياهم كمان بالإضافة للموتوسيكل. طبعا مثل ما بتعرفوا انه داخل الاستوديو عم نكون معكم مع ضيوف، بالاضافه الى اللعبه داخل الاستوديو عم نكون معكم مباشره بنقل من المناطق اللبنانيه مع زميلتي منال يلي امبارح كمان كانت موجوده بمنطقه الزيدانيه وربحوا معها 250 دولار كاش. اليوم حسب ما خبروني ايضا عم بتكون موجوده ببيروت، انما يمكن بالطريق جديده. بدنا نقول مساء الخير لمنال اذا صارت جاهزه معي. منال مساء الخير. مساء الخير ميشيل، يعني دغري بينت المفاجأة لكن بعد ما بدي خبرهم انا وين. اوكي يعني انا امبارح ما ثبتت معي هالمرة. ما انت امبارح بالحلقة قلتي لي برحب بضيفتك رهف يلي كانت بعد ما خبرت عنا، يلي طبعا هي بركة جمال لبنان رهف عبد الله. اليوم انا اعلنت انه انت بطريق جديد، هيدي واحد واحد على راسي ميشيل مقبولة منك. بس منال شو هاللوك الحلو اللي بدي اقول لك؟ شو هاللوك الحلو؟ شو هالتسريحة الحلوة يا منال؟ شو هالاصفر الحلو يا ميشيل؟ شو بس انت بتغزل فيي؟ وانت كمان لابسه اصفر، عندك شوي هيك الوان صفر صح؟ ايه شوي هيك على لايم مظبوط. شوي صح. قولي لي منال تفضلي.
ميشيل، مثل ما قلت نحن هلا بالطريق جديدة، بس بعد مش معروف اي شارع على المزبوط رح نكون واقفين. بعدنا شوي هيك عم نتفتر لنشوف وين عايش اكثر، وين الناس عم تستقبلنا بكثرة اكثر. بس نحن وعم نبرم كان في هيك كم شخص كثير حبوا وجودنا وضيفونا قهوة، وبنرحب فيهم وبنقول لهم ثانكيو كثير لكم. ومكفيين البرمة بطريق جديدة الواسعة على امل اكيد نلاقي شارع معين ونكون مع بعض سوا فيه. اكيد منال رح يربحوا كمان، بده يربح 250 دولار كاش. صح، أكيد. 250 دولار كاش نقدا وعدا مقدمين من بانك ماد. وبدنا نوجه تحيه وشكر لكل السبونسرز اللي عم بيكونوا معنا، من السيارات للموتوسيكلات للجوائز النقديه وغيرها من الجوائز. وشكر ايضا لمحلات سرار يلي عم بلبس من عنده، سرار بصيدا وبالحمرة. اما هلا مشاهدينا صار وقت نستقبل الضيف العزيز والمهضوم والمنتظر يلي رح يرفقني بحلقه الليله اللي مفروض تكون صاخبه وقويه. ضيفنا بحلقة الليلة من أطرف الشخصيات بلبنان على مدى أكثر من 25 سنة بذاكرته بهضامته وبسرعة بديهته، صار بسمة حاضرة حفظها كل لبناني، من أوائل من حمل النكتة والمونولوج على السهرات الفنية اللبنانية. أما نكته فدخلت كل بيت وصارت على كل لسان. بيسعدني كثير استقبل الليلة بحلقة أربعة دولية وبس، ضحك الليل والنهار وقبل الظهر وبعد الظهر، إلي أيوب. يلا all the way هيشام. إلي حبيبي حبيبي هيدا الضرب شو هيدا شردقت بعدك ستيل ذا نمبر 1 حبيب القلب ابو الليل نمبر 1 اند يو تو مان جيف مي 5 اوكي يلا جيف مي 10 الي ايوب اهلا وسهلا فيك معنا، عامل لك رمضان كريم. على فكره لابسين السورتي انا وياك، بس بغير نعمل لهم ديفيليه. انت اصفر وانا السما زرع. يلا ديفيليه ديفيليه يلا الي وميشيل. اوكي الي طوله متر و94 اما ميشو طوله متر و98 الوزن. حبيبي انت الي خبرنا شو اخبارك؟ والله بالايادي 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 عطر ليمان. اربع دوليب وبس، اربع دوليب وبس. بدي منك هيك شيء نكته، هو البرنامج عن الدوليب عن السيارات عن الحظ، شو بيطلع معك هلا؟ عن الشانس. عن الشانس هلا ابو العبد بتعرف هلا بطريق جديده تلفا لابو المش بده يشترك بالسيارات والقصص والحكايات، وطرقت معه سياره صابا صابا ابو العبد مبروك مع ابو المش، كل العالم بتصيب. تلفا شو قاطع ورقه لوتو كمان ربح المليون، مليون صار يصرخ مليون، وسياره جيلي 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 سيارة جيلي طبعا اللي عم نقدمها للجيل الجديد. جيل الشباب جيل الشباب. تلفا لام العبد لام العبد قلت له شو تقبرني؟ قال له عجلي ضبي شنطك ضبي شنطك. قلت له ليه حبيبي؟ قال له ربحت سياره مع ابو الميش الجلي، ربحت سياره الجلي وجلي هلا الاغراض وظبطي حالي ويلا ضبي شنطك ويلا. قلت له لمين بدك تاخذني تقبرني؟ قال له بدي ارجعك لعم بيت ضيق. يعني هيدي هي طلعنا كذوب رجع لعند بيت ضيق. إلي أيوب طبعا ضحك الليل، ومثل ما قلت النهار وبعد الظهر وقبل منتصف الليل بشوي كمان وبعد منتصف الليل، لأنه مكملين 13 ونص. اوه صح. شاركت شي مرة ببرنامج وربحت شي مثلا؟ والله بالله بالزمانات الله يوجهه الخير مع سي معصم ربحت باربيكيو. والله قبل ما تكون معروف، يعني قبل ما تكون إلي أيوب. لا كنت معروف، كان في برنامج مهضوم اكبر واصغر. ايوه مزبوط صح صح طبعا الاوراق اكبر. يعني بدك تقول مشي اربع سنين ماشي. كان عمرك شي 22 سنه مش كثير. طب على سيره الدوليب، انفخت معك شي مره دولاب وغيرته؟ بعد هذه انفخت معها دولاب بنت بتطير العقل. مرئي شبان هيك حماصنا عم بتسوق سياره اللي هو واقفه بنص الطريق، نزل واحد قال له انا فيي ظبط لك الدولاب. قلت له دخيلك انا مقطوعه هون، تعرف جاب العفريت وكذا وصار يظبط وهذا غير له الدولاب ومشي الحال. قلت له تقبرني هلا شو بدك، مصاري ولا بشلح لك الفستان؟ قال لا بدي مصاري. صار صاحبي يقول له لا لك خليها تشلح. لا ما ليك بنت تاخذ العقل تقول له بدك مصاري ولا تشلح لك بتشلح لك الفستان؟ لا لا تشلح الفستان. قال له والله ايش بدي بالفستان وبركي ما طلع مقاسي. All the way إلي أيوب.
اليوم طبعا بدنا نقول انه رح نكون معك بالنكت وبالاتصالات الهاتفيه. بعد شوي رح نبلش انا وياك على 1076 يلي هو الرقم الوحيد من داخل لبنان. 1076 يا مان يا بني يا اوكي يلا ما نربح. بس قبل ما نبلش بالاتصالات الهاتفيه رح نتوقف مع اول بريك، وبعد البريك بنقلع مع الاتصالات. يلا والياماها كمان والياماها تركب بتصير. يلا بركب بعد البريك. انا اللي بركب. بريك بالعود بعد المتابعة أربع دولي وبس. والله يستر الليلة مع لي أيوب. خليكم معنا. مباشرة وهيدا ابو الليل all the way مع رح نبلش يا خي اوعى اوعى تفضل على اليمين تفضل على اليمين تفضل صحت هيدي يعني الله بدهم يربحوها هيدا موتوسيكل بس مش اليوم. مكملين معكم مشاهدينا رح نبلش بالاتصالات الهاتفيه اللي بناخذ اول اتصال انا وياك. يلا جو الو الو اول اتصال بحلقه الليله. الو يلا الو الو ايوه يا ميشو مرحبا ازيكم وحشتنا يا ميشو من مصر. ازيك بقى عامله ايه؟ عامله كويسه يا ميشو. يا هلا يا هلا. ازاي تحكي الليل لي ايوب وحشتنا الحر توقع حر اليوم. مفيش حر توقع مجبورين تربحوا اليوم. في سيارات بقى في سيارات بقى يا عيوني سياره بقى يا نونو. طيب يلا بقى ننزل على نونو ولا شو؟ يلا اوكي يا اهلا وسهلا. مين معي؟ انا اسمي شيرين من القاهره. ازيك يا شيرين؟ ازيك يا ميشو؟ كويسه. ازاي اهل القاهره شيرين؟ ادي بس لو جيلي يا جيلي السياره الي. هيدي السياره هتكون ليكي. قولي ان شاء الله بقى. قولي ان شاء الله. ان شاء الله. والله انا سعيد سعيد انه اول اتصال الليلة من مصر. لا 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 شوفوا في كوكتيل. اوه ذكريات والله. ربحك على الاكيد. الله والله يا شيرين. لا 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 سمعت عادي ابو الميش قال لي المره عادي على سيرك اخوانا اخوانا اللي مصار قالوا يا حسنين. قالوا ايوه محمدين. قالوا عيب ليه ابنك في الجامعه؟ الله. قالوا ما نجحش. قالوا انا عارف انت جاحش بس هو. شيرين مين سهران معك الليله مش بالقاهره؟ انا وماما. انت والماما تحياتنا للماما. ازاي الماما؟ ازاي الماما بقى؟ ازاي الماما؟ سمعيني صوتك. تعالى يا الي. ازيك يا ماما؟ ايه ياما وحشتيني ياما. عامله ايه؟ انت ما تيجي على لبنان ليه؟ ما تجيش على لبنان ليه؟ خلاص روح يا ابو الليل. يلا شيرين هنبدا يا شيرين. بس انا مش عم بسمع صوت شيرين منيح بقلب استوديو. اذا فينا نعلي لها صوتها شوي لو سمحتوا شباب. شيرين بعد شوي بعد شوي. اوكي تمام تمام. يلا يا شيرين هنبدا بالدواليب. اوكي هنبدا بالدواليب والدولاب الاول. جاهزه؟ يلا بسم الله ان شاء الله. هنقول 3 2 1 جو. اوكي يلا 3 2 1 جو يا شيرين. يلا يا شيرين عليهم يا شيرين. بسم الله. يلا ان شاء الله تربحي سياره اليوم كمان. ومثل عبير كانت اول اتصال وهيدي اول سياره. اول سياره اوكي اول ذا واي. هلا الدولاب الثاني. بس طبعا انت بتعرف انه لازم تصيبي 4 سيارات لتربح السيارة. يا رب. اوكي تبعتينا امبارح؟ تبعتك يا رب يكون حظي مثل اول اتصال كمان كان امبارح. يلا 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 يا شيرين. ايوه ايوه يا شوشو. انا بحب بنتك قوي يا الي. بنتك جم اموره قوي. انت ما بتحبنيش ليه؟ بحبك انت كمان. يلا يلا ثلاثة يا شطة يا بطة. ثلاثة اثنين واحد جو. يلا يلا يا شيرين. يلا يا عزل. يلا ان شاء الله يطلع لك سيارة كمان هلا بنشحن لك اياها على مصر. يا رب يا على القاهرة. تحياتنا لأهل القاهرة. وهيدي كمان. يلا 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 لا سيارة سيارة الثانية بقى. اديني كفك يا الي. عاملة ايه يا شيرين؟ عاملة
عامله ايه يا شيرين؟ يا شيرين الاعصاب مشدوده. شو يا شيرين؟ قربت يا شيرين، قربت. يا رب يا رب يا يلا عبدولاب التالت، عايزه ضربه قويه ولا ضربه خفيفه بقى يا شيرين؟ على كيفك يا مين. انت قولي بقى يا شيرين وانا هنفذ. على كيفك يا مين. بقالك اتنين بقى، هتقولي ايه؟ قوية ولا خفيفة؟ على كيفك يا اصفر انت النهاردة. الله بقى عجبك الاصفر؟ ايوه يا شيرين. يلا يلا يا شيرين على الاصفر. يلا ثلاثة اثنين واحد. بدي جو من عندك، بدي جو اللي من عندك قوية. ثلاثة اثنين واحد جو. يلا ان شاء الله تصيبي يا شيرين كمان سياره. يلا يا شرور. اللي ايوب غمض عيونه مش عايز يشوف. انا ما بقى مش عايز يشوف. يلا يا شيرين، يلا يا شيرين. السياره على السياره يا شيرين، على السياره يا شيرين. بسم الله والنبي يا رب. لا يا شيرين لا يا رب، لا يا رب. ده كادو بقى، ده كادو بس مش سياره يا ايلي. نحن عاوزين السياره. الكادو بقى، الكادو ايه؟ عبد الطحان بيقدم لك قسيمة شرائية، لازم تجي على لبنان وتاخديها. مش كام بقى؟ مش كام القسيمة الشرائية؟ مش عارف بقى، هي قسيمة. على حساب القناة. خلاص يا اختي. بس لحظة، بعد في الدولاب الرابع. يلا. يلا يا ليه. إذا صابت هلا. هلا مثلا إلا شغلة، لحظة، إلي قبل ما نضرب، إذا طلع لك مفتاح الجانت الإكس بتطير الجايزة. لا. فعايزة تكملي أو لا؟ أكمل إن شاء الله. أكمل. طب جاهز؟ في 100 دولار وب 100 دولار بس. ما في سيارات وفي الجوايز يا إلي، يا حبيبي. يا إلي. يلا. يلا هنضرب. ثلاثة. ميشو. اتنين. واحد. أنت بقى. اتنين. واحد. جو. يلا إن شاء الله يطلع لي كمان جيجة أو كاش. أهم شيء ما يطلع لي مفتاح الجوند يا إلي. تحية المصري بقى. حزعل منك يا إلي، حزعل منك إذا أم الدنيا. يلا يلا يا شيرين، يلا يا شيرين. لا يا شيرين، لا يا شيرين، لا يا شيرين. عالنص. لا يا شيرين، هذه ضربة تانية. خلينا نشوفها. لا ضربة تانية. لا ما في عالنص. لك وين؟ ها انا هي اللعبة يا شيرين. لا طلع وين؟ طب يلا اضرب يا اخي. يلا يا شيرين هنضرب، هنضرب، هنضرب. يلا عليهم، عشان الكادو. عليهم. يلا ميشو. ثلاثة اثنين واحد. واحد جو. يلا يا شيرين، يلا يا شيرين. هتربح ايه؟ هتربح ايه يا شيرين؟ ايوه بقى. يلا يلا. ايوه. عايزين نيجي لبنان. طلع لك السياره، بس للاسف لو طلع السياره هونيك كنت ربحت السياره. بدي اعتذر منك يا شيرين، هقول لك انه هتربحي القسيمه من عند عبد الطحان. تحياتنا لاهل مصر وشكرا لك. ربحنا صوتك الحلو يا ميشو، انت والضيف اللذيذ اللي معاك النهارده. الله يخليكي. هنقلها لشيرين، احنا بنحبك قوي. وباي باي يا شيرين. باي باي. باي يا شرونة. ناطرينك بحلقه جديده كمان. اوكي خلاص. باي يا شرونة. باي. شكرا لك شيرين. رح ننتقل لعند منال. هلا منال بالطريق جديده كمان. يلا منال. بعدها مش حاضره. يلا يا ابي سمعت هذا؟ قال له تصور يا اخي. أيوة. الفرخه في نص جنيه. الله. قال له فين ده؟ قال له تصور يا اخي. يلا اتصال جديد. الو الو الو. تفضلي. الو. والو. وبونسوار. الو. والو. بونسوار. وبونسوارين. وبونسوارين. كيفك ميشو؟ تمام. كيفك انت؟ والله الحمد لله. شو الاصفر الحلو. ميرسي ميرسي. يلا دفي لي اول ليل. يلا اوكي. اليو اليو ميشو ميرسي. كيف لقيت الابيض كمان مع الي؟ كمان مشي الي. بس الي شوي الكريش. لا شري، هيدا شهوة. شهوة. مين معنا؟ هلو. مين معنا؟ معانا مين؟ اسعاف اغا. ما اسمعك. اسعاف اغا. اسعاف؟ ايوه. يا اسعاف اسعاف فينا يا اسعاف. ايش الاسعاف اللي ايش الاسعاف؟ اسعاف من اي مطعم تحكينا؟ من طرابلس. من طرابلس. على راسي. ليك يا حبيبتي. سمعت هاي عن طرابلسية؟ بس ليك بدي بدك شهر. نعم طرابلسية. ليك يا حبيبتي. بس نحن بشهر رمضان بدك لا. قال عن طرابلس.
معلمي بطرابلس عم تقول له لتلميذ قالت له عبوده وقفله شو فوقف اوكي قالت له قديش ال 14 بالانجليزي شو قد ايه ال 14 بالانجليزي قال له 14 يعني 14 حلو قالت له برافو عليك يا عبوده حط لي اياها بجمله مفيده قال له امبارح فات قبل لقينا قاعدين انا واخي ابو ستاف لقينا 14 من الضحك هيدي بدها الاسعاف شو يا اسعاف؟ حلوه حلوه منك حبيتيها اسعاف مين صار معك الليله؟ اختي وجوز اختي مرحبا اختها ومرحبا جوز اختها قولي لك وينه هونيك مرحبا اختها مرحبا اختك ومرحبا جوز اختي رمضان كريم بعد ما عليكم مرحبا اختك ومرحبا جوز اختك ماشي يلا هيدي اختك وجوز اختك بس؟ هول هول اولاد اختها اولاد الجيران كلهم يلا اسعاف على الدوليب بنبلش ابو الليل يلا من عندك يلا اول دوليب يلا يا اسعاف يلا يا اسعاف شو بدي؟ الي سيارة يلا سيارة سيارة لحظة لحظة انا هون ما خبرت المشاهدين شو؟ لانه انا بسألهم انه بدك تربحي؟ بتقلي هي لا اسعاف بدك تربحي؟ لا اكيد لا مجبورة تربحي بدنا نربحك بالقوة اوكي يلا اسعاف بس قبل الي قولي انت اسعاف اسعاف على اونا على دوي على تري يلا وبنقول لك جو بس لحظه بدنا نروح لعند منال لانه منال واقفه بالشارع يلا وناطرتنا منال مساء الخير قرب اقول لك حدي, حدي 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 اول ذا واي مساء الخير عن جديد يا هلا مساء الخير لك الي هاي منال تقبريني شفت شو هاي الي كيفك انا اليوم جمالي مضارب عليك طريق جديد يا رب دخلك منال قولي لها انت وين تحديدا حتى ننقي هلا شقه بدنا ننقي بيت من البيوت يلي عم يحضرونا اذا بيضلوا وبيطفوا البيت عندهم بيربحوا 250 دولار بينزلوا لعندك يلا اوكي بس منال محضرتكم اليوم شرط او شيء خبرينا منال تفضلي ميشيل اول شيء نحن اخترنا بطريق جديده شارع كثير 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 عزيز على قلبنا وعلى قلب اكيد كل الناس اللبنانيه نحن بسوق السبيل بشارع الشهيد يحيى العرب يعني ما في خبره كيف الاجواء كلهم حوالينا ما خلينا نفوت بالكادر هلا قبل لانه كلهم كانوا بدهم يسلموا عليك الا بنرجع بنخليهم بعد شوي تحياتنا لكم جميعا اللي بليز سلمي لي على ميشيل قلت له خلص وصل هلا رح وصل السلامات على الهواء ثانك يو منال رح نبلش اذا بدك ندير الكاميرا كرمال ننقي شقه يلا هلا ندير على السريع بننقي شقه انا والي طبعا ضيفنا العزيز وبنروح على البنايات خلينا نشوف بدنا نطلب منه ندور على الشاشه على المهيئة اوكي هيدي هاي طفت بدنا نشوف مين عم يضوي طفي هول رح هودي مضويين هلا كل المشاهدين اذا في حدا عم يحضرنا هلا بهاللحظات بيضوي وبيطفي عنده البيت هاي لك وين الطابق العالي ايه شفتوا يلا ضوى ضوى اي طابق هيدا منال اي طابق مبين هيدا الخامس طابق ميشيل انا عم جرب شوف وين كمان عم يقدروا يضوا ويطفوا طيب انا بما انه الكاميرا من اول شخصين بما انه الكاميرا رصدت الطابق الخامس بركي بنروح عليه دغري مباشره هن اللي بيربحوا بس بدنا الطلب من عندك اوكي رح اطلب منهم انهم يجوا لعنا ولا بطلب الطلب هلا شو اقول لك يا ابراهيم بطلب الطلب اوكي رح اطلب من الاشخاص يلي عم يحضرونا كذا طابق او طابق واحد يوصلوا لعنا دغري بس يوصلوا لعنا ساعتها بطلب منهم الطلب بيوصلوا لعندك هلا بس خلص الطابق الخامس نحن قلنا بعدين بطلب الطلب صح اوكي بترجع بنرجع لعندك بعد مره يعني 100% اوكي منال شكرا لك يا منال بنرجع لعند اسعاف لطرابلس اسعاف وينك يا اسعاف جاهزة يا اسعاف معك ازهق اسعاف شو بدك تربحي؟ بدك السيارة بدك الجوايز بدك كاش شو بدك؟ قولي قولي خلص انا روحت شوفتك الله 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 شو هيدا؟ اوكي شكرا لاتصال خلص الي روق روق الي اخ يا خي وشوفت انا على قد مش عارف لا لا انت على راسي يلا ابو الليل بنبلش من عندك الدولاب الاول يلا قولي قولي 3 2 1 يلا انت بدي اسمعها هي يلا 3 2 1 جو
هيدا الدولاب الاول لنشوف مع ابو الليل شو راح يطلع لك يا اسعاف من طرابلس. عم تحكينا من حي كل مشاهدينا بطرابلس. واول دولاب شو بيعطيكي يا اسعاف؟ اول دولاب بيعطيكي سيارة. شفت هيدي يا اسعاف؟ انا ما بجيب الا السيارات. قربنا سيارات. قربنا. يلا لنكسب وقت اكثر رح نروح على الدولاب الثاني. اسعاف يلا. واحد اثنين ثلاثة جول. يلا يا اسعاف ويلا يا اسعاف لنشوف شو رح يعطيك الدولاب الثاني. اذا بيعطيك كمان سيارة بنكون قربنا اكثر واكثر على ربح السيارة. وهيدي سيارة اول ذا واي اول ذا واي ابو الليل. منيحة اول ذا واي يا اسعاف. يلا صاروا سيارتين. بعد يا اسعاف الي بعد سيارتين بنقدر نربح سيارة. يلا إسعاف. يلا بدنا نصيبها اسعاف. يلا يا اسعاف. الاعصاب كيف؟ الاعصاب كيف؟ لحظة 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 لا اعمل لك شوية هيك. يلا بس جد لا خليك قريب. لا من شان السيارة. يلا جهز حالك. يلا يلا يا اسعاف. خلص عم يعمل له مساجات على الميل. اوكي يلا هي اوكي لايك ما شفت شيء. لايك هون لايك العطل. ايوه شوف. يلا يلا اسعاف ثلاثة اثنين ابداي ابداي. يلا يحميهم جو. يلا ان شاء الله تطلع سيارة. ان شاء الله تطلع سيارة يا اسعاف. يلا انت وحظك يا اسعاف. إذا بتجي سيارة هلا بيكون كتير قربت تربح. يلا يا كريم موديل 2014 بشار الفضيل شو راح يطلع لك يا اسعاف؟ عسل 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 يا 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 عسل. يا حلوة اسعاف. قربنا قربنا. ثلاثة صاروا يا اسعاف. قربنا يا اسعاف. ثلاثة يا اسعاف ثلاثة. اسعفيني يا اسعاف. دخيلك يا اسعاف. عافية دخيلك يا اسعاف. يا ابي رح فحش. بعد في يا اسعاف. اسعاف بعد في دولاب واحد. بنضربه هلا ولا بعد البريك؟ لا لا هلا يا ميشو هلا. لا يا اسعاف بعد البريك. شو رأيك؟ طيب هيك بنلعب شوي بالاعصاب. شو ابو الليل؟ اسعاف دخيلك يا اسعاف. سيارة بدك هلا ولا بعد البريك؟ ليك اذا ربحت نعم. السيارة انا الي منا الجونت. عرفت لك حلاوة الجبن من عندي اذا ربحت السيارة. حلاوة الجبن والمفروكة وغير شكل من طرابلس. طيب اسعاف انت بتقرري بدك تضربي هلا ولا بعد البريك؟ خلص مثل ما بدك ميشو مثل ما بدك. انت بتقرري قولي لي هلا ولا بعد البريك؟ انت يلا. مثل ما بدك. لا انت مثل ما بدك ولا بكره. يلا هلا اتكل على الله. يلا هلا اوكي اللي حط ايدك معي. يلا اللي حط ايدك معي. يلا يا اسعاف ان شاء الله يطلع لك سياره. يلا يا ميشو يلا قول يا رب. يا رب. يلا اسعاف واحد اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة. لنشوف شو يطلع لي يا اسعاف. اسعاف 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 اسعاف. صار بدا اسعاف العملية. صار بدا اسعاف العملية. دعانا بس عن جد دعانا. والله دعانا. انا زعلت. انا كمان. فعستينا يا اسعاف. خلصت الحلقه. اسعاف فعستينا. يا اسعاف فعستي ميشو يا اسعاف عن جد فعست. قلت لك بعد البريك على كل اسعاف بدي اتشكر اتصالك واعتذر منك يعني هارد لك بس كانت يعني على مشي ضرب صغير كنا صبنا سياره لرابع مره فعلا بنتمنى الجميع يقدروا يربحوا معنا اللي رح نكمل اكيد نحن وياك ونرجع لعند منال بس رح نتوقف مع بريك تاني وبعد البريك بنتابع اول ذا واي مع ايو اربع دوليب وبس مشاهدينا حلقتنا اليوم من اربع دولي بوس مع ضيفنا الي ايوب بدنا نقول انه كل هالجوائز والربح
والألعاب عم بتصير تحت إشراف مديرية اليانصيب الوطني اللبناني، بوجود أيضا السيد منصور طحطح الموجود معنا داخل الكنترول وعم بيتابع كل شيء طبعا وتحت إشراف اليانصيب الوطني اللبناني. زعلت كثير على إسعاف أنا لأنه على لحظة صغيرة كانت ربحت السيارة. أبو الليل خيرها بغيرها ان شاء الله. بغيرة. ابو الليل اكثر من 30 سنه بمجال بتضحك الناس وبتخبر نكت، بتحس حالك مرات انك تعبت خلص انه بدك تبعد شوي لانه اكيد لا شك انه فيها تعب العمليه كثير؟ هي اصعب شغله بالعالم ابو الميش، انت بتعرف هالشيء وانت مجربها، هي اضحاك الناس. صحيح. بس الحمد لله رب العالمين بقول رضي الله عن الذي حبب الناس فيه 100%. يعني أنا اللي بيواسيني إنه محبة العالم، وقت اللي بيشوفوني بصيروا يضحكوا وبيسلموا علي مثل أنت كمان وقت بيشوفوك، هيدا بس هيدا نعمة من عند الله، من عند رب العالمين. فكتر خير الله. أكيد هلا أوقات بتعب أكيد، لأن اليوم بتعرف أنت مثلا حتى أنت وقت تكون عم تقدم برنامج أوقات ما بتكون بالمود، مزبوط. ما بتكون هيك، ممكن الواحد يكون نفسيته أو تعبانه وكذا وبده يطلع يضحك العالم ويسليهم. صح. بس كتر خير الله مثل ما قلت لك، يعني انا على مدى 30 سنه واكثر هيدي شغله كثير مهمه وربنا عطينا هالقوه. ان شاء الله دائما يا ابو الليل، ان شاء الله دائما حبيبي. وهيدي بس نجتمع دائما انا وياك بالحلقات بنولعها مظبوط مثل الليله يعني بالعاده. حبيبي انت حبيبي. خلينا نرجع لعند منال لنشوف شو صار معها بالطريق الجديده. منال مساء الخير مره ثالثه، خبرينا شو صار عندك. مساء الخير ميشيل عن جديد، يعني طريق جديد بكل شوارع صارت حد اليوم. اسم الله عاجة حواليك. السير وقف. عايش كتير، كلهم بيوجهوا لك تحية لألك ولكل المشاهدين وأكيد لألي أيوب. إلينا ومرحبا يا شباب، مرحبا يا شباب. هيدي أكبر تحية. ميشو، عندي ثلاث أشخاص كانوا عم بيدووا ويطفوا، كل حدا من بناية ما قدرت الكاميرا تلقطهم، بدي عرفني عن حالك. محمد الحص. حضرتك؟ جلال جانا. وعندي شاب كتير مهضوم. عماد الشعر. اوكي، رح اطلب منكم طلب، رح تروحوا ثلاثتكم بنفس الوقت واللي بيوصل قبل هو يلي له الحظ يربح 250 دولار، وانا مبسوطه فيكم كلكم. بدكم تجيبوا ثلاث شغلات، راس بندوره، تفاحه، وراس بطاطا. يلا 1 2 3 جو. هلا يعني هلا بنات طلبت منهم يروحوا يجيبوا الاغراض، اللي بيوصل لعنده اول واحد بيربح 250 دولار كاش. راس بطاطا. شو طلبتي منه؟ نرجع معك ميشيل اكيد بس يوصلوا. بس منال قولي لي بس شو طلبتي منه؟ راس بطاطا وراس بندوره. راس بطاطا، راس بندوره، وتفاحه. يعني سلطه براس بالبلد، بطاطا مقليه، واخر شيء الدسار، الفواكه، التفاحه. ايوه. إلي خبرني انت بتضحك الناس. نحن بنحب الاكل كثير يا إلي. منال صحتين. اكيد رح نرجع لعندك لنشوف مين رح يربح معك 250 دولار كاش. اكيد. يعني ثانك يو لك ويعطيك العافيه. إلي مثل ما كنا عم نقول انه انت بتضحك الناس. شو هي النكته اللي بتضحكك؟ يعني النكته العفويه ولا النكته بادائها ولا يعني؟ لك هو اداء النكته شغله مهمه كثير. بس اكثر شيء بتضحكنا النكته العفويه، يعني بتطلع مع الواحد هيك دغري. صح صح. هيدي النكته سرعه البديهه، يمكن بيطلع معه الواحد شغله. صح، هيدي بسموها هيك طلعت على الاريحه. هي هول النكت اللي بيعطوا. بس كمان تمثيل النكته، هلا انا مثلا في ناس بيقولوا لي مثلا يا خيي طب اداء النكته، انا في كم نكته سمعهم منك اكثر من 10 مرات وبس ارجع اسمعها برجع بضحك عليها. هيدي النمر. ميشو انا بخبرك خبري، مثلا بتسمع اوقات زياد الرحباني على الراديو اللي انا بحبه كثير، تسمعه بمسرحيه يا لطيف مثلا، هالمسرحيات اللي عملهم عرفت علي كيف؟ صح. بتعرف انه شو بده يقول وبتضحك على الموقف، على الـ على الـ صحيح الكاركتير. صحيح. هذا اللي بيضحك. يعني اليوم انا مثلا هي النكته ما اسمها مثل النمر، النمر طلعت معي، طلعت معي على المسرح. لا والحركة اللي بتعملها مثلا مثل النمر، بس قلية هدي بس هيك ومثل النمر. سمعت هذا الفات هيك عند ال معنا ريم من الإمارات ناطرة. يلا ريم، بس خليك علي النكتة. يلا ريم من الإمارات مساء الخير يا ريم. ما سمعت ماري. هاري هاري طلعت معي ريم. أنا هاري من الإمارات. أهلا وسهلا فيك يا هاري. بونسوار ميشيل. بونسوار. بونسوار. من وين؟ من دبي؟ من ابو ظبي؟ من وين؟ انا بدبي هلا. بدبي، اهلا وسهلا فيك. لبناني مقيم بدبي. مين سهران معك؟ أنا. بالبيت العيله معك او لوحدك؟
لا العائلة كلها معي. تحية لشعب الإمارات. تحية لكل أهل الإمارات وكل الجالية اللبنانية كمان بالإمارات. قديه صار لك بدبي؟ والله صار لي حوالي 10 سنين. كيف لقيت لنا الحلقة الليلة؟ والله بتجنن. كان عم بيقول لي بالبريك اللي لازم نسميها الحلقة اليوم أربع دوليب وبس ومجنونين وبس. واثنين مجنين. والله الحلقة بتجنن و أهضم شباب على الله يخليك. ثانك يو يا هنري. يلا يا هنري عليهم على الدوليب. يلا. ما سمعت عم بيقولوا لي شغلة بالكنترول. اوكي خلينا هلا نروح على الدوليب ولا بناخذ منال قبل؟ عم بيقولوا لي منال صارت جاهزه. يلا منال. يلا عند منال. خليك معي هاري. اوكي هاري خليك معنا. بناخذ منال من طريق جديده. خبرينا منال شو صار عندك. منال انت معنا على الهواء. يا منال يا منال انت معنا على الهواء. لحظه شوي لحظه شوي منال. تعال هون. يلا منال تفضلي خبرينا شو صار عندك. لحظه يمكن منال على الضجه حواليها مش عم بتركز معنا كثير. منال تفضلي. منال منال يا منال. بعد هيدي قال له بيي. قال له ايش بك؟ قال له اشت المي. قال له طيب نرجع عند هاري. هاري بدبي. يلا يا هاري عند ولي بنبلش. طيب يا الي جرب هالميل انت. يلا اوكي هالميل. يلا يا هاري. هاري شو عملك تربح؟ بدك تربح الليله او لا؟ اكيد بدنا نربح. لا بدك تقول لي لا. بدك تربح او لا؟ إذا قلت لا بتربح. مجبور تربح بالقوة. يلا من عند إلي أول دولاب. يلا هاري 3-2-1 جو. وهذا أول دولاب لنشوف هاري عم يحكينا لبناني مقيم بدبي منذ أكثر من 10 سنوات. شو رح يطلع له بالدولاب الأول؟ عالسيارة. سيارة عالسيارة. وقفت يعني بالنص بس تقريبا مايلة عالسيارة. بتشوفها بالكاميرا بتشوفوا كيف هي. أوكي هيدي اول شيء امنت اول سياره. يلا والله اليوم كترين السيارات معلوم. يلا ان شاء الله هاري يلا تصيبها. اوكي يلا على الثانيه. يلا بدك اياها قويه ولا خفيفه؟ قل لي. لا اعطيها من كل قوتك. من كل قوت. 3-2-1 جو. يلا يا هاري ان شاء الله بيطلع لك كمان هلا سياره. اربع سيارات مثل امبارح عبير باول حلقه شبقت سياره جيلي. وبدنا نذكر هون اذا ما ربحت السياره بدوليب بختام الحلقه بنسحب بالقرعه على السياره كمان 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 لكل اللي بعتوا اس ام اسات. لك يا ابو الميش. ويا معلم. ويلا يا كينج. يا حبيب القلب. وهيدا النمر. يلا على السياره. يلا على السياره. يلا على السياره. لا بس مش مشكله. هديه هديه بيطلع لك هديه يا هاري. خلينا نشوف شو هي الهديه اللي بتطلع لك اليوم يا هاري باول جائزه. بيطلع لك طقم صحون. طقم صحون من عند ANF احمد ناجي فارس مؤلف من 121 قطعه. يا سلام. يعني كان بدك بعد 7 قطع بتعزم كل النواب. اوكي 121 قطعه هيدي من عند ANF. بنروح على الدولاب الثالث. يلا بتوقف هو ولا بتكمل؟ لا بنكمل. بنكمل all the way ابو الليل من يلا. عندك one, يلا 1-2-3 ونضرب. فاذا السياره باي باي خلاص. شو بدنا نعمل مع انه كانت قريبه كثير كمان. طقم صحون منيح. طقم صحون منيح كان بحطه بالسياره وبكسر. وهذا الدولاب الثالث. الدولاب الثالث بيطلع لك سياره بس بتبطل تنفع هلا. هاري الدولاب الرابع والاخير بنضرب. وهذا الدولاب الرابع والاخير لنشوف شو رح يطلع له. اما فاذا اول جايزه بنتمنى يطلع لك هلا يا كاش يا جايزه ثانيه لنشوف. منال خبروني عجقة عندها كتير وكله ماشي تمام. هلا رح ننتقل لعندها مباشرة لنشوف هاري شو رح يربح. وهاري بالدولاب الرابع بيطلع لك يا هاري يا هاري جايزة 100 دولار كاش. 100 دولار كاش بالإضافة للحلوين. أيوة 100 دولار وطعم صحون منيحة. شو هاري؟ يلا أوكي كان بده السيارة هيدا. هاري على كلام بنقول لك مبروك لك تربح معنا طقم صحون بالإضافة ل 100 دولار كاش. مبروك لك وهارد لك على السيارة. منروح لعند منال إلى الطريق الجديد. شكرا لك وتحياتنا لكل أهل الإمارات. ناخذ منال. خبرينا يا منال. ميشيل أول شخص وصل لعنا بتذكرني باسمك؟ جلال جانا. جلال جلال جيب الطلب المصبور. أيوة جلال
أيوة يا شباب أيوة. لا تفاحة وبطاطا. وعلى فكرة وعي. في شاب كتير مهضوم إجا قال لي 250 دولار بيطلع له، جلال أنا بيطلع لي منها دولار. قلت له ليه بقى؟ قال لي أنا طلبت له الأسانسور. بيطلع له أكثر. شو دولار؟ منال هو وصل أول واحد، يعني بدي أشكركم كلكم وكل شخص جاب معه تحويجة البيت. منال خليكي معنا. منال منال اه بتسلموا الجايزة. لا بس بدي اعرف اذا معشر معشر راس ولا جايبه منال. بس عم يسال لي اذا معشر البطاطا او لا، ولا جايبه مسلوق. اه لا لا يا عم طمن بالك، جايبت لك اياها معي. اوكي تفضل، هيدي من بنك ماد 250 دولار كاش. منال أماني ألف مبروك لكم شباب، كنتوا بتعقدوا عن جد. ثانك يو أماني. سلمي لنا على الشباب فردا فردا. قولي لهم ميشو وإلي بيسلموا عليكم. بيسلم عليكم ميشيل. وإلي وإلي بيسلم عليكم. أنا بلاقيك بكرة، أنا بلاقيك بكرة أكيد ميشيل بنفس الوقت، وبقول باي للجميع. منال يعطيكي ألف عافية، ومبروك طبعاً لجلال اللي ربح معنا 250 دولار كاش. ولاد منطقة طريق جديدة، أنا من المزرعة. يلا بركي بكرة بنقول عندك. 302 أنا 302 المصايدبة يا عباري. أنا خلقان على المصايدبة. وبيروتي أح. كمان. اللي رح نكمل بركي بنتوقف مع بريك ثالث بريك، وبنعود بعد لمتابعه مسابقه الهاتفيه ومزيد من الحظوظ لتربحوا معنا السياره وغيرها من الجوائز. خليكم معنا. جو ميشو جو. إلي أيوب ضحك الليل بالعودة لمتابعة حلقتنا اليوم من أربعة دوليب وبس ومزيد من الاتصالات. بس قبل هيك بدي دردش أنا وياك شوي، يعني من وحي السيارات اليوم والبروموشن اللي عملتها على البرنامج. أنا قالوا لي عامل مثل شرطة السير، بوليس السير. صح. فعندك غنية كمان بوليس السير، وهو بدنا نقول إنه إلي أيوب بالإضافة للنكت اللي نكتها على مدار أكثر من 30 سنة، كان عندك أغاني كتير وفيديو كليبات صورتهم هيك كمونولوج. فأبرز الأغاني اللي خاصة هيك بالسيارات وبالسير، إلنا شوي هيك تعبير. يعني بعرف واحدة أنا واحد اشترى حمار بدل السيارة. يعني أنا الحقيقة من الناس اللي بحب إنه تصير في يعني تصير في أنظمة سير مثل ما بقولوا أقسى من هيك بكتير، لأن كل هالحوادث اللي عم نشوفها من وراء السرعة، من وراء العالم اللي ما بتوقف على الإشارات. صح. من وراء العالم اللي ما بتحترم بوليس السير. انت يعني بتلتزم بالقوانين؟ صح. بتحط السيت بيلت؟ بتحكي على التليفون ولا لا؟ لا لا اكيد بحط السيت بيلت، بحكي على التليفون حتى واتساب. ما اكذب عليك واتساب نيفر. اكيد انا بقول لهم دائما واتساب صف على جنب واكتب اذا مضطر. صح. فبقى عامل غنيه بتقول بوليس السير يا عيوني شو هالوظيفه الملعونه، نوقف السير ومشايته كيف مشايته بتسبوني. مزبوط. لا مزبوط، يعني هي مهنه صعبه كمان للحقيقه من اصعب المهن. وبدي خبرك انه السنه الماضيه واللي قبلها استشهد يا حرام 6 بوليسيت سير، لان العالم تبقى ماشي وما بتشوف البوليس بتخبص بتقتل. الله يرحمهم. اكيد الحقيقه. ومنحيي كل شرطه السير بلبنان، كل العناصر، لانه فعلا منقدر هالمهمه. في كتير ناس يمكن بيعترضوا عليهم او بسبوهم بطريقه فعلا، بس اكيد مهمتهم ابدا مش سهله. صح. حتى مشان هيك بقول تحت الشده شد تعتير، تحت الشتة شتة عتير، مقضاها مكسر تكسير، من 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 إشارة لإشارة يومية، 100 زيارة من المنارة لجونة. بوليس السير يا عيوني. شو هالوظيفة الملعونة، نوقف السير ومشايته كيف مشايته بتسبوني. أنا بدي أطلب من الدولة إنه مثلا في شباب كتير بيتطوعوا أو مش إنه يعني يعطون شيء بسيط بالصيفية تينظموا سير، لأن أكثر شيء بالصيفية بصير في عجقة سير. وهلا معلش بدي أطلب كمان إنه إخواننا السوريين، يعني عنا 1.5 مليون سوري بلبنان، إذا منهم 20% معهم سيارات أوريدي، نحن بلبنان عنا عجقة سير، يعني كارثة. صح صح فعلا. بعدين عم تشهد طريق إذا بدك مثلا جوني دبي. صح. جوني شيء مهول يعني من عجقة سير. فبنتمنى إنه بس قد ما بدنا نظبطها يعني مشكلة. وهي بيقولوا لنا المغتربين تاعوا على لبنان يا أخي، طبعا إنه وين بدنا نسيح؟ طيعلقوا كل النهار بالعجقة. ليه قبل ما ناخذ قلي حتى عامل غنية بتعرف هالغلا عنا بلبنان وغلا البنزين، تقول احسن شيء تشتري حمار تتوفر بنزين، غمض له عيناه وسكر له ديناته ما يشوف شو عم بيصير بالشعب المسكين. قال ما تنقي حمارك دلوع،
نحيه معود على الجوع، بطنه يكون كتير صغير، اكله وشربه مي وشعير، وسكر له دينيه وغمض له عينيه تما يشوف شو عم بصير. مشاعر قال ما بتعلق بعشقة سير ولا بتعصب يا مونشار، اخر همه الكراسي وما بيفهم بالسياسه وغمض له عينيه وسكر له دينيه تما يشوف شو عم بصير. مشاعر يمكن بتتحسن الاوضاع زي حميد، احلى شيء والله. اللي اكيد رح نكمل مع النكت والاتصالات، بدنا نشوف سوا مره جديده شريط الجوائز يلي ممكن تربحون بحلقات اربع دولي وبس، ومباشره بعدها اتصال جديد. جوائز اربع دولي وبس مقدمه من INF احمد ناجي فارس، الاسم العريق بعالم الادوات المنزليه. كل شيء بتحتاجوه لمنازلكم موجود ب INF. INF السوديكو، INF فرع تاني لمكلس المنصوريه. شاشات سويدكس المميزة صديقة البيئة بتقدم LCDs بمواصفات خاصة من ناحية المواد الطبيعية المستخدمة أو التصاميم الفريدة يلي بتميز هالشركة السويدية العريقة. ساعات وأقلام مميزة من موشن. موشن تصاميم فريدة لتزين أوقاتكن. جيفت كاردز من بنك ميد بقيمة 250 دولار. بنك ميد 70 سنة بخدمة الاقتصاد. كل زيارة لطحان رح تطلع ربحان، وخصوصي برمضان. يب رمضان خمس تحرف هيدا هي منا عم تطحن رمضان كريم. أكيد رمضان كريم لكل المشاهدين، وبرنامج أربع دولي وبس كريم بالجوائز كمان و... أربع دولي وبس ومجنونين واثنين مجنين أربع دولي وبس واثنين مجنين بحلقة الليلة. وبناخد محمد شكري الصغير. محمد الصغير اسم الله، عم بده يكبر هلا بنشوف. محمد الصغير من لبنان، مساء الخير محمد. مساء النور، يا أهلا وسهلا فيك، رمضان كريم يا محمد. ميشو كيفك؟ تمام، كيفك انت؟ عليك اكيد حبيب القلب، هيئتك قاعد هيك رايقة معك يا ملك الاصفر انت يا حبيب القلب. على رجيل على رجيل خي محمد. لا هلا عدى في دوب. من وين عم تحكي لنا محمد؟ من جوني. من جوني، اهلا وسهلا. ومين ومين سهران معك قاعد حواليك الاصحاب العيلة؟ انا لوحدي. لوحدك يا محمد، شو عبالك تربح هلا؟ تخبط لك شي سياره، شي جايزه، شي كذا؟ اكيد انت كريم واحنا بالسهل. يلا خلينا نشوف هلا. يلا ابو حميد هلا رح نشوف بانامل ابو الليل شو رح يعمل لك. اوكي اكيد ابو الليل. يلا يلا ابو حميد من عندك. يلا يا محمد، يلا يا محمد بيطلع لك باول دولاب. بنذكر اذا اربع سيارات بيطلع لك سياره بتصير لك سياره جيلي موديل 2014. 3 2 1 go. وين اول دولاب من عند الي ايوب؟ انا ما بجيب الا السيارات يا ابو حماد، سيارات وبس. يلا ان شاء الله. مالك سيارات وشو اكسيل هذا الجو؟ يلا قربت قربت قربت. شو راح يطلع له محمد باول دولاب؟ اول دولاب لمحمد بيطلع له السياره. السياره قلت لك انا ما عم بتجيب سيارات يا ولد. قلت لك يا بيت انا ايدي السيارات. يلا عدوا لي انت ملك السيارات حبيبي. عدوا لي بالثاني، بدي 3 2 1 من عندك. يلا 3 2 1 go. يلا نشوف ثاني دولاب ان شاء الله بيطلع لك كمان سياره. هيك بنقرب على السياره كمان. يلا يا محمد، وسيارة وسيارة تانية. اليوم على فكرة كله عم بيجيبوا ثلاث سيارات، عم تنطش بالأخيرة بس. يلا محمد قربت على السيارة. محمد الأعصاب كيف يا محمد؟ حبيبي. بعدك معنا يا محمد؟ أنا معك أكيد. يلا يا محمد، يا محمد يلا جو ميشو. الأعصاب كيف؟ 3 2 1 جو. يلا اليوم على فكرة كله عم بيجيبوا ثلاث سيارات شايف؟ بس الأخيرة لا، ما هيدي هي بدنا اياك هلا الثالثة والرابعة. شو بتكون حلوة هلا تنربع على الهوا؟ منذكر إذا ما انربحت بالدولية بتنربح بالقرعة بختام الحلقة تحت إشراف مديرية اليانصيب الوطني اللبناني. وهيدا الدولاب الثالث، وهيدا الدولاب الثالث، وهيدا الدولاب الثالث. وعلى يلا مفتاح جان إكس. لا باي باي سيارة، باي باي سيارة. على الدولاب الرابع بركي بيطلع لك يا كاش يا جايزة. جاهز؟
يلا all the way. أنا جاهز معك. أبو الليل من عندك. يلا. 3, 2, 1, go. لنشوف الدولاب هذا اللي رح ينفحك بالأكل. All the way أبو الميش. All the way. يا جيزي عيني يا جيزي كاش. يا سيارة بتكون مربحتها أو إكس وبنشوف وين بيوقف دولاب على مفتاح الجان. حظك حظك يا جنوطة. محمد سيء. حظك حظك جنوطة. شكرا لك يا محمد. ما بقول لك ما سمعت. يعني بكره ولا جنوطة؟ شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ هذا مفتاح الجان على كل من بنقول لك هارد لك يا محمد. ما أنا حظي بالحياة هيك. حظك بالحياة هيك لا. بدنا اياك تتفائل وان شاء الله يعني هيك بيتحسن الوضع معك وراح جرب معك مره ثانيه. ايه اكيد فيك تجرب معنا. شكرا لك يا محمد. بدي اذكر الي لكل اللي حابين يشتركوا معنا بالبرنامج رقم واحد من داخل لبنان اللي هو 1076. فيكم تبعتوا على مدار اليوم مش بس خلال الحلقه يعني 24 ساعه حتى بالليل حتى بالاعاده تبعتوا وبالحلقه المقبله يعني بكره في امكانيه نتصل فيكم لتشاركوا معنا وتربحوا او سياره او موتوسيكل. تذكير مرة جديدة انه السيارة ضرورة الربح كل يوم ضروري. اذا ما ربحت بالدوليب بالختام رح يتم القرعة بالكمبيوتر وبيربح معنا شخص كمان السيارة عاد سيارة على 1076 yeah. زي من داخل لبنان ومن خارج لبنان في عنا كل بلد له رقمه. بريك ما قبل الاخير وبنعود بعدها لمتابعة اربع دوليب وفقط بس واثنين مجانين. نرجع لكم مشاهدينا لمتابعة حلقتنا اليوم مع إلي أيوب. هالحلقة اليوم المميزة مع الجوائز. شو أبو الليل؟ عزقة 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 مطحلة مطحلة. رح ناخذ أكيد مزيد من السؤال. إلي طالع طلعة هيدو يلا مطحلة خيب. أنا وقفت أبو الليل. يلا روح 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 all the way. وين رايح؟ بس عم بتطلع. خليك هيك نوقف حد بعضنا. يلا نصفهم. أيوة صف. مرحبا شو عامل؟ شو عامل؟ كله تمام؟ تمام. كيفك خير؟ يلا ليك يا أبو الميش؟ قلي كله تمام تمام؟ كله تمام تمام. خلينا نوقف هيك نسكر السارع. سقت موتو بحياتك يعني؟ بالزمانات كنت سوق موتو وبسكلات وشو بدك خبرك. بس صرنا زمان بس خطره بدنا نقول للكل انه يلبسوا طاسات كمان اهم شيء وقت بسوق موتو ويلتزموا كمان بوين السايب. وهالشباب اللي عم بيسرعوا كثير على الموتويات يعني الحقيقه شغله. اللي معنا فاطمه على الهواء. اه فطوم فاطمه فاطمه. مرحبا يا فاطمه. واخيرا واخيرا يا فاطمه. وينك يا فاطمه؟ وينك يا فاطمة؟ سهلانك يا فاطمة. صرنا ساعة ناطرينك على التليفون. فاطمة انت بتعرف انه هاي السيارة انا صلي من امبارح. بتعرف انه هاي السيارة ممكن تكون لا لإلك؟ إلك؟ اكيد. يلا ان شاء الله. انت مين عم تحضريها الليلة؟ ان شاء الله. مين سهران معك يا فاطمة؟ ماما. انا وماما. مرحبا ماما. هاي ماما. امشوا الماما. مرحبا ماما. امشوا الماما. الو فاطمة. ام شو الماما؟ ام شو ابراهيم. ها ام برهوم. ام برهوم. سلمي لها برهوم وقولي له ابو الميش وابو الليل بيسلموا عليك. عرفت كيف؟ لا خلص اشيل ايدك. حضرتينا امبارح يا فاطمه؟ يلا اكيد. بدك تربحي؟ اكيد لا بليز لا. مجبوره. قد عمرك قد عمرك يا فاطمه؟ تشوف اذا فيها تسوق سياره مثلا. مثلا قد ايه عمرك؟ قد ايه بتحط الله؟ احكي شوي. 20 اكثر شوي. خلص خلص 24. خلص يا خايف فيها تسوق سياره. ما ربحك سياره يا فاطمه. سيارة. عندك سياره؟ لا لا اذا عندك إذا سياره خلي حدا غيري. لا انا بدي اربح. بدي سوري ما بدي اربح. مجبوره تربحي. بس انا ما بدي اربح. مجبوره. شوف يا جماعه لازم تربحي. ماشي على طول بهالبرنامج اربع دوليب وبس على طول بتربحي. والثاني مجانين مع ميشيل عزي على طول بتربحي. كيف لقيت بخسر مع المجانين؟ كيف لقيتي هالمجنونين الليله؟ تعقدوا تعقدوا. ميرسي
فعلا احلى شيء التيشيرتات تاعولكم ظابطين. تمام يلا بنعملها دفيله لفاطمه. يلا ميشو قليل، ميشو طوله متر و94. واو واو. لابس من تشكيلة سرار. أما إلي طوله مترين وأربعة. لقدام ولا لطلوع؟ إلي طريقة خاوتة، عرفت كيف؟ يلا يلا يا فاطمة عبد الوليد، يلا عليهم. هذا يا حرام عليهم الفتلها شوي، عرفت كيف؟ عم بيعمل بوليس سير، بده يوقف. جماعة بوليس السير بيعمل له هيك. وقف وقف. يلا يا فاطمه. فاطمه بس ما قلتي لي من اي منطقه عم تحكينا. يلا غني لي. طيب من اي منطقه عم تحكينا فاطمه؟ من الحدث. من الحدث. غني لها. غني لها. وفطمه فطمه فطمه خبيني ببيت المونه، وبكره لما بيجي البرد ما في غيرك حنوني. وفطمه فطمه فطمه خبيني ببيت المونه. ولا يلا عدولي قلت لك مجانين ما عم تسلم. يلا الدولاب الاول. يلا مع ميشو. بشو بدك تبلش؟ هيدا ولا هيدا؟ هيدا ولا هيدا؟ فينا نعملهم هيك؟ نعملهم هيك يعني؟ ايه يلا بلش بهيدا يعني اللي من هونيك، بعدين هيدا، بعدين هيداك، اوكي؟ اكزاكتلي. يلا وفطم فطم جاهزة؟ ثري يلا. قوية ولا خفيفة؟ قوية قوية. ثري تو ون جو. هيدا اول دولاب يا فاطمة، عم تحكينا من الحدث. يلا يا فاطمة بنتمنى هالمرة تصيب السيارة بدوليب الأربعة. يلا يا فاطمة. كرمالك كرمال أم إبراهيم. كرمال أم برهوم طبعا كرمال. وهيدي أول 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 سيارة. أول سيارة. وفطم فطم فطم خبيني ببيت المونة، بكرة لما بيجي البرد ما في غيرك حنوني. يقبش يقبش. يلا هذه بتحتاني من عندك ابو الليل. يقبش يقبش يا فطوم. الي انت ما بتجيب الا سيارات يا الي. انا عيد ما بتجيب الا سيارات. حلوه من عندك بدي. الي 3 2 1 جو. وين رحت يا ابو الليل؟ يلا يلا جو. 3 2 ون جو. يلا لنشوف ان شاء الله تجي سياره كمان. ان شاء الله تجي سياره يا فاطمه. يلا هيك بكونوا حلقتين ورا بعض عم بتصيبوا ودوليب كثير حلو. انا بجيب سيارات هون يا فطوم. صح يلا فطوم. ان شاء الله هلا ان شاء الله هلا انا بجيب سيارات يا فطوم. ان شاء الله هلا يا فطوم. انا بجيب سيارات. حلو منك يا فطوم. سننتصر على اعدائنا ميشيل عز يوما ما. لا يا خيي شو قصدك سيارات. سننتصر على ميشيل عز يوما ما. يلا يا الي يلا هلا سياره فاز هيدي. اوكي رح يوقف قلبي بليز. يلا يا فاطمه لا تعبريني كل شيء ولا يوقف قلبي. قويه ولا سريعه؟ جوزي فطوم. جوزي فطوم. عم يسالك الي مجوزه او لا؟ لا خاطبة. خاطبة. يلا بس هلا قلت لك اذا ربحت السيارة دغري بتتجوزي. السيارة بتجيب لي بيت. بس هلا بصير الخطيب بده السيارة، اعطيني اياها. دق دق ضايروا اياها. ايه يلا فاطمة قوية ولا خفيفة؟ قوية قوية يا فاطمة. بس حنن ايدك شوي. الي كيف قوية وبدي حننها؟ ما بعرف يعني عمل لك شيء ابرك كدابرا. حنون ابرك كدابرا. يلا الي من عندك 3 2 1 جو. هاي ضربة قوية فيها حنية. ضربة قوية فيها حنية. ابرا كدابرا. يلا لا 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 يا فاطمة انت مرقت له للاول هيك زبط لك اياها. قلت لك سننتصر يوما ما. خلص رح اجي احضرك على مش تستاهل. فاطمة على كل ما طلعتي خسرانة اكيد تربحي جايزة. خلينا نشوف شو هي جايزتك. تربحي من عند سويدكس طبعا، هيدا الي صديق للبيئة. اوه اصحاب كثير هو البيئة، مصنوع من خشب اوكي. حلو. وفي بقلبه بلت ان يعني دغري من التلفزيون على الساتلايت. اوش ايه بس أوه. بتربح سكرين بتربح سكرين مع كيبورد مع ماوس كمان كله مع بعضه بقيمة $350. هلا بنروح على الدولاب الرابع. يلا أوكي. صناعة سويدية كمان كمان دولاب الرابع. قليلي بتوقفي هون ولا بدك تكملي؟
بكمل. بتكملي عند ابو الليل؟ جاهزه لي؟ ثلاثه اثنين واحد جو. الدولاب الرابع لنشوف شو. انا على طول بربح. لنشوف شو رح يطلع لك بالدولاب الرابع يا فاطمه. ان شاء الله يطلع لك هالمره جايزه او كاش، لانه السياره بتكون اسود ومنعقه. لحبك ببوسك لبغدك سترعه. لا 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 ما بيأثر. يلا ربحنا شوفتكم. لا 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 شوف هلا اي زيت عليك بالسياره صاروا مثل بعضهم. طيب شو يعني؟ يعني يعني ربحت ربحت التلفزيون. خلص انت انت بتقرب. خلص ربحت التلفزيون 350 دولار. انت بتقرب. رمضان كريم وابو الميش كمان. حبيب القلب حبيب انت. مبروك عليك. طبعا انه هلا اللي قرر هيك بس ما بدنا نعتمدها، لانه اللعبه هي بتقول انه الاكس اكس. بس اليوم فاطمه بقى انه ابو الليل قرر هيك السويدكس صار لك. اوكي ماشي. فاز مبروك لك طبعا. مبروك لك رمضان كريم لك يا فاطمه. ومزيد من الاتصالات رح نتوقف مع بريك. يلا عم بيقولوا لي شو قالوا لي؟ خلينا بعد البريك. اوكي فاذا بعد البريك رح نكون مع مزيد من الاتصالات ورح نشوف كمان السياره اذا من نصيب مين رح نكون. اوكي يلا بريك بنقعد بعدها لمتابعه اثنين مجانين واربعه دوليب وبس. ونص إلا ست سبع دقائق تقريبا بتوقيت بيروت، ونحن معكم مباشرة على الهواء بالجزء الأخير من حلقتنا اليوم مع اثنين مجانين وأربعة دولي وبس. أبو الليل يلي منور الحلقة اليوم ومولعة أنا وياك حبيب القلب أبو الليل. بس بدنا نقول إنه الوقت لأنه دهمنا وبعد ما حدا ربح السيارة بدوليب رح يتم القرعة هلا بواسطة الكمبيوتر وتحت إشراف مديرية نصيب الوطن اللبناني. الممثل اليوم السيد منصور طحطح الموجود معنا داخل الكنترول ليكون مشرف على المصداقية اللي عم بتصير. رح نشوف الرقم اللي رح يطلع ورح نجرب نتصل فيه. فاذا الرقم اللي رح يربح معنا سيارة جيلي موديل 2014، هودي الارقام قدامكم على الشاشة عم بتشوفون. خلينا نشوف رح نحتفظ باول، رح نحتفظ باول الكود تبع لبنان يعني 03. الرقم هو 507580. فاذا صاحب الرقم 507580 مع الكود يلي هو بعته بس نحتفظ فيه تما العالم تصير تدق له، بنقول له الف مبروك لك بتربح معنا سياره جيلي موديل 2014. رح نتصل فيك بعد لحظات قليله، بهالوقت رح دردش انا وقليلك كانوا بالكنترول دقوا لهم. هون بدي اقول كيفيه المشاركه، بيبعتوا اس ام اس طيله النهار على ال 1076 مع حرفين اف دبليو يعني فور ويل. اوه فور ويل اربع دوليب فور ويلز. وبيشاركوا معنا حتى لو ما كانوا معنا على الهواء ممكن يربحوا سياره بهالطريقه. يعني انا بدي اهنيك على البروجرام الحلو ابو الميش، انت على طول على طول برامجك اللي بتربح الناس حبيب القلب ابو الميش خاصه بهالشهر الفضيل. اكيد ان شاء الله هيك ينزل الوحي على السياسيين عندنا بلبنان. شو بتتمنى للبنان هلا بشهر رمضان؟ والله ما بتمنى شيء، بتمنى بس انه نروق، بتمنى بس انه يعطونا السلام، بتمنى بس وشوفوا خدوا ما يدهش العالم. صح صح الحقيقه لبنان بلد حلو، لبنان بلد نتصور يعني نحن صرنا بال 2014 كهرباء معنا وبقولوا لك عم تقصر الكهرباء، بقول لك يا خي طب شوفوا كيف طلعوا منهم 50 سنه صار. صح, صح صح يعني انا عمري هلا 22 صاروا والله اكبر مني ب 10 سنين. قد ايه صار لي بعرفك يا ابو الميش؟ الحقيقه قد ايه صار لنا بنعرف بعض؟ فوق ال 10 سنين صح؟ عدل الجمله لانه عم بيقولوا لي صار جاهز الاتصال. صار الاتصال جاهز معنا سميره. الو الو يا سميره. سميره وطي التلفزيون. وطي التلفزيون سموره وطي. بدي اطلب منك توطي. ايوه يا سميره ايوه بدي اقول لك مبروك لك يا سميره. ربحتي معنا سيارة جيلي موديل 2014، بس خبرينا كم مرة اتصلتي ومن امتى بلشتي تتصلي فينا؟ يلا يا سميرة تفضل ابو الليل يلا لتنقي السيارة هي. سميرة وينك يا سميرة؟ اي لون بدك؟ سميرة اول شيء من اي سميرة شو سميرة شو العيلة؟ ركزي معي سميرة كذبة. سميرة ركزي معي، الصوت عندك كثير عالي، وطي صوت التلفزيون بس سميرة كبة عم بيقولوا لي. من أي منطقة يا سميرة؟
من البسطة. من البسطة. من البسطة. سيارة. مين سهران معك بالبيت؟ العيلة كلها. اوه. اكيد هلا هادي بسطة غير شكل يا سمورة السيارة. هلا اي اي لون بدك عندك البيضة. الحمراء. 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 قرب للبيت قرب للبيت قرب للبيت. هيدي السيارة الحمراء شيلي. ألف مبروك. بدي أقول لك مبروك لإلك. سميرة هيدي السيارة لمين صارت يا إلي؟ هيدي السيارة لمين؟ لمين هي؟ هيدي السيارة لإلك. ألف مبروك يا سميرة. رح دشل لك إياها أنا وأبو الميل. يلا اعمل لي برمي. اعمل لي برمي يا أبو الميل. سميرة شو شعورك ربحت السيارة أنت وقعت ببيتك؟ أول ما طلعت يا أخي وكلام سميرة معك. شو شعورك ربحت السيارة انت وقعت ببيتك؟ ما تتخيل. الله الله يا سميرة. الله يا الله يا سميرة. شو يا ابو الليل حلو 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 يا شكل. ها عم بدوينك الفلاشرز يا سميرة. يلا يا سميرة ربحت السيارة يا سميرة والحمرا. شوفي يا سميرة شوفي حلو الربح. لك يا سميرة لك الفلاشرز كيف عم يعيطولك. شوف لك شو بتاع يا سميرة. لك شو عم بيقولوا. سميرة 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 سميرة. خبرينا بعتي اس ام اس ولا اتصلتي وكم مرة من بين حالي؟ بعتت اس ام اس كذا مرة. كذا مرة. ومعك دفتر سواقة قد ايه عمرك؟ 50. بس مبينة اصغر. لا ما معقول. العمر كله ان شاء الله يا سميرة. تسلم. بنقول لك الف مبروك سميرة كبي هي الفائز الثاني من بعد ما كانت معنا كمان عبير امبارح عبير الشيخة. سميرة ما تزعبري بعمرك عمرك 60 سنة. والله خدنا سيارة. لا بدنا نعرف اذا مزبوط. لا رح نشوف اسمك سميرة كبي. سميرة اكيد باخذ لك اياها كمان. سجل عدل بتاخذيني انا ومين شو بتكسرينا فيها للسيارة. سميرة مبروك لك مبروك لك السيارة وحلو الربح فعلا يعني. اي والله مميز جدا اليوم وامبارح بهيك بس يربحوا سيارات الواحد هيك بفرق. على وجهك على وجهك يا ابو الليل. وبوجودك ابو الليل حبيبي. رمضان كريم بنقول لك يا سميرة والف مبروك على السيارة. وهيك مشاهدينا انتم ببيوتكم حتى لو ما فتوا معنا على الهواء ولعبتوا بالدوليب ممكن تربحوا اذا بتكتروا الاس ام اسات والاتصالات الهاتفيه على 1076 من داخل لبنان ومن خارج لبنان على كل الارقام اللي عم تطلع قدامكم على الشاشه. اول ذا واي ابو الليل حبيب القلب. كابتن ابو الليل. اوكي اوكي يس مان. الي ثانكيو لك على وجودك المحبب دائما بحلقاتي حبيبي. انا بنبسط بي. انا بتشرف انه اكون معك لان لان الحقيقه انت بتعطي انرجي. تسلم ابو الليل. تسلم وانت كمان هذا يعني انرجيتين. ايه. بتطلع بومبا يا معلم غير شكل. انرجيتين ومجنونين. مجنونين. حلقتنا اليوم كان اسمها اثنين مجنين واربعه دوليب وبس. وبدي اقول تصبحوا على الف خير. لقائنا بكره مع قنبلتين. اوه هنابل. اوه هنابل وعالفجايات. رح يكونوا معنا طبعا بكره ندى ترباي وقالين احمر ممثلتين بالشانسونيه. صبايا كثير مميزين وحلوين. رح يكونوا معنا بكره بحلقه اربع دوليب. رح يكونوا بكره قنبلتين واربع دوليب وميزو وبس. ممنوع تش. الى اللقاء. تصبحوا على الف خير. ورمضان كريم ينعاد عليكم عشان الفضيل. ثانك يو.